شكون؟ معك الشرطة. السلام عليكم. السلام. معك مفتش الشرطة. الأم تاعك راهي هنا؟ أيوه. ما مفتش راهي. قول لها تفضل. تفضل. يزيد فضلك. السلام عليكم. ما فهمت والو. في رمشة عين داو لي ولدي ما بيني ما بين يديا. لازم ندوا الأقوال نتاع أختو اللي شافتهم يخطفوه. أنا كنت قاعدة نخمل حتى سمعت خويا يزقي برا، طلقوني طلقوني ما تدوني شكون أنتوما. أيوا. خرجت نشوف. أنا الأولى ما أمنتش بلي خويا، خت خويا شكون اللي غادي يديه. بصح من بعدك حتى كي من بعدك بصح كي استوعبت الأمر كانوا صايد طلعوه في السيارة. تجمي تقولي لنا نوع السيارة؟ فورغون. فورغون كي دايره؟ بيضة. فورغون بيضة متأكدة؟ متأكدة. وانا عيطت لها شحال من مرة باش خبرها على وحدي نحوسوا عليه ما ردش عليا. نجمي تحكي لنا بالتفصيل؟ تخرج من العمارة تسألوني عليه زوج شكيت فيهم ما عجبونيش. بصح كيفاش حتى ما عجبوكش؟ تا في رايك يسألوا على واحد ما يعرفوش اسمه؟ وهاد الناس شفتيهم من قبل؟ عمري ولا شفتهم. بصح نبقاو على اتصال، ربما واحد فيهم يحاول يتصل بكم. الله يعاونكم ولدي ولا يقدركم. عمرتي حول مركز الشرطة، حول سيارة فورغون بيضاء. أنا في المراقبة، حول. مازال ما دار حتى خبر؟ لا، الكل راهم في المراقبة والحراسة الشديدة. لقاو بعض الشبان عندهم دراجات نارية، بصح يظهر باللي ما عندهم حتى علاقة بصحاب العصابة. معليش معليش، بقوا يقدين. المهم لازم نعرفوا هادوك وين راحوا. وبقوا الحراسة على المستشفى، وخاصة على غرفة جمال. قضية راهي تزيد تتعقد في هذه الفوضى. ربما راهي يظهر لنا شوية ضوء. اختطاف عصام ربما تكون عنده علاقة بمحاولة قتل جمال، وكل هذا الشيء غادي نكتشفوا أشياء جديدة. بدون شك غادي يتصلوا بأم عصام، ولهذا نطلب منكم الحراسة الشديدة. وانت بقى على باب العمارة وين يسكن عصام، لأن اللي خطفوه يكونوا ضد المجموعة تاعو. إذا الحذر ثم الحذر واليقظة. حاضر حضرات. تفضل. ايوا كي داير الشيخ لاباس؟ شفت جديد؟ انا تفضل. لا سمعت السكار ولا لا عرفت بلي جارتي اللي خدمت عندها مشكل. خرجت برا شفت رقم السيارة خصو في الحساب. ورقم السيارة باقا تابع؟ لا ما لحقتش نعقل على كل شيء. كلشي كان برا. بصح السيارة فورغونة بيضاء ومعها سيارة واحدة أخرى كحلة. فورغونة بيضاء وسيارة كحلة. راك متأكد؟ راني متأكد. هي صح. كان شي جديد ولا اتصل بيا؟ بعد العكس. أعطيني فيما يخص التقرير بالنسبة للقضية تاع جمال. نعم حضرات، إذا حسب النتائج الأولية لقينا باللي هاد الرصاصة لقيناها داخل جسد الضحية، لقيناها مطابقة مع الخرطوشة لقيناها في مسرح الجريمة من عيار 9 ملم. إذا جاوبني بالنتائج وفي أسرع وقت. إن شاء الله حضرتك. حضرتك، الحساب مالي يشوف التحاليل، القضية راهي تمشي على أحسن ما يرام. نكلفك بمهمة اتصال سيد وكيل الجمهورية للإذن بالتفتيش بعمارة. على بالك بها راه بيع فيها كمية معتبرة من المخدرات. أمرك حرام. علاه الرحمة ما بقاتش في قلوب الناس والعمر ولا ترخيصة؟ رانا نسمعوا غير عجب. ما يخافوش ربي هاد. ماما هو اللي راهم سقم ما يبغوهش ويولي عدوهم. عندك الصح،
وما يبقى لهم حل واحد سوى الظلم ولا العنف. الله يهديهم والله يصفي القلوب. وش وطن الله يبعدهم علينا. امين ماما من فمك يا ربي. المهم انا راح نشوف شغالتي. يا جماعه هاد الصدمه راهي صابتنا كلنا. عندما يكون جمال الله يشافيه غايب المصنع ما يتوقفش. ندعو ربي سبحانه ونطلبوه باش يرجع لينا في صحه جيده. رانا محتاجين ليه الان اكثر من السابق. كانت الرغبه نتاع جمال تحسين ظروف العمل، تطوير المصنع، توسيعه وفتح الباب امام الشباب وشابات. خساره كبيره اننا نفقد مدير مثل جمال. السبب اللي خلاني نجتمع بكم اليوم هو اننا لازم نواصل العمل، ما نتوقفوش حتى يرجع لنا بالسلامه ان شاء الله. والسلام عليكم. على حسب قوله يسكن هنا اسمه محمد والعنوان تاعهم في هذا الحي. الساعه تطلب صاحبي وما خرجش من قصائص الاصابه. هذيك ماهيش المشكله تاعنا. هذيك المهمه تاع الشرطه طيب هي تدبر راسها. صح دروك كل واحد فينا خد طريق. وهذا خلو يبات الغابة. خليه يبات تما. اسمعني انا راح نخبر الشرطه نقول لهم على اسمي باش ما يتبعوكمش. صح ما نبان لهمش حتى نلقى هذاك المجرم. روح راني معك صاحبي. لا نسيم انتم الشيء اللي درتوه معايا بزاف عليكم. لا بكم كنت غادي ندير والو. ما كاش مشكل راني معاك حتى اليوم. نسيم المهمه تاعكم خلاصت. المهمه تاعي بقى فيا وحدي. سمعت انا قلت لك راني معاك حتى اللي تهرب. الشرطة؟ شكون تتكلم؟ عندي كلام معك. هذا ميت من غير واحد من العصابة، نشوف لي تعقعات الإرسال باش نعرفو أنتم مستحيل. كان غير أمرك حضرات. اسمع. هاني نسمع فيك تكلم. أنا نسيب جمال اللي ضربوه بالرصاص والزوجة نتاعها. أنا هو اللي راني نكتف ذاك المجرم في الغابة. تكلم هاني نسمع فيك. تكلم. أوه كيما قلت لك ذاك الجرت وما تلقاه مربوط في الغابة. تحلى واحد الشجرة. سلامة شناطي. تفضل. باقي حضرات باقي. اتصل بنا الشخص المجهول قلنا لنا عصام بدنا نكتب فينا في الغابة. لا غنفق الخمسة دخل سريع. هيا حضرات. عندكم المسير باه نطمنكم ونقول لكم المصنع راه يتمشى عادي. رانا قايمين بالواجب ان شاء الله. غير جمال يرجع لنا بخير ان شاء الله. يا اختي نشكركم على الواجب اللي راكم قايمين به. والمصنع تاع جمال قبل ما يكون تاعه راه تاعكم حتى نتوما. ومين تحافظوا عليه كي شغل حافظتوا على رواحكم. عندك الصح. اما دائما توصيني تقولي روحي بكري لخدمتك. والله غير كلامك معقول. يا ريت كل الناس يفكروا كيفها. ننجحوا ويروح الحقد هو اللي راه وصلنا لهذا المحال. ربي وكيلهم. جمال مسكين ما يستاهلش ديما يوقف مع المقبول. ونزيدك حاجه جعفر من نهار اللي تربو جمال ما بانش. حتى انا راني متهول عليه ما نعرفش حتى المكان تاعو وين راه. يا نودي يا مرا خفي وجي لي كابا تاعي راني مسافر. راك مسافر وراك رايح ان شاء الله. سمعي يا مرا ماشي وقت الهضره بعد عيطت لك ونفهمك. فهمني؟ ايه خذي هاد الدراهم حقني بيهم يدك من بعد غادي نبعث لك. وهاد الدراهم كاع علاش يا راجل؟ تحسب راك رايح بلا ما ترجع. ديري في بالك يا مرا هذه المهمه تهمنا جميع. واش
فريده راك تهضر عليها يا راجل، وانت راك رايح ومخلينا في ميزك، هذا في صالحنا. لا بابا ما تعش ما تعش، انت حديني معاك. لا بنتي باباك راه رايح باش يرجع، ما تخميش وما تقلقيش روحك بنتي. وانا شكون يدينا هاد المدرسه؟ شعتني باش تدينا حديقه. ماما ما تبكيش يا بنتي ما تبكي، لا 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 اسمعيني مليح يا بنتي، باباك غادي يروح يخدم ويجيب الدراهم بزاف بزاف ونشري لك واش تبغي. تذكرك مشي كنتي باغي تشري دراجه جديده؟ ها ولا بوبا نتا نسيتها؟ اوه نسيتها. لا بنتي ما نساهاش، يلا سلمي على باباك وروحي راجعي دروسك. يلا بنتي الشاطره يلا. صافي ماماك مخري مليح. صحة بابا. هيا روحي بنتي لاشامب تاعك يلا. كيفاش قررت يا راجل تسافر وانا زوجتك اخر واحدة من يعلم؟ ها هو هاد القضية فيها إلنا. شراك مخبي عليا يا راجل؟ شراك مخبي عليا؟ ما كان والو، وقعي هاد الأفكار من راسك. طمي في روحك وفي سارة، كي نوصل راني نعيط لك. أنا طولت الطاكسي اللي نستنى فيه. شا نقول لك؟ في الامان وما تنساش تعيط لنا. هاي لك الكاميرا. السلام خويا انا طاقسي ديال اليوم انا عندنا في البيضاء اللي يسالونا كل يوم نديرو جيت قلت قال لي فهمتي عايها ولا ما تريدوش صوتي ديال القاعة العملية شوف لنا هذا المشكل صح هذا ملازم روح عندي المكتب نحتاجك روح بسرعة تفضل. احترامات يا حضرتك. صح. بلغتنا معلومات جديدة. دو السيارة المتنكرة مع جماعة تاعك وقعدوا في الساحة وترصدوا تحركات أفراد العصابة. وقعد على اتصال وبلغني بأي تحركات صار. حاضر حضرت. حضرت وصلنا تقرير يفيد بأنه وقعت عملية اختطاف شخص من سيارة أجرة. واتجهوا به الى وجهه مجهوله، بغينا نعلموا مناط التفتيش باش يوقفوه قبل ما يبعدنا على المدى. ونوع السياره عندكم؟ هي سياره فولفو ذات لون ابيض. خلاص اوكي انا مدي تاعها. السلام عليكم حضرات. الو حضرات، راني حكمت هذاك المجرم اللي حاول يقتل جمال، راه مربوط في الطابق الرابع حدا إمارة محجورة عند الأثر. اسمح لي يا سي المفتش، على بالي بلي دخل فيك في شهرك، حبيت ندير الخير برك. سلامة. أنا ما كاينش، لا 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 ل
كمية كبيرة من المخدرات ظهرت عندها مدلولة قبل ما يموت أب جمال مدير المصنع. سمعتهم يتكلموا عليها ولكن أنا ما راني عارف عليها حتى حاجة. وعلاش حاولتوا قتل جمال؟ المسؤول نتاعنا هو اللي حاول باش يقتل. بصح علاش؟ حتى هو عرف بلي جمال ما عندوش علاقة بالموضوع. وفي ميزك أنت؟ قتل جمال راح يحل مشكل اختفاء الكمية؟ أنا ما عندي حتى علاقة بالموضوع. ما تحاولش تكذب، هذا ماشي في صالحك. هو عمره ما كان يخلينا نعرف الاسرار نتاعه. ما خدام التوازن هذو بيخدموا في المصنع، واش هو الدور تاعهم؟ كانوا مره على مره يتلاقوا مع المسؤول نتاعهم وكان يهدد جمال بالقطع الطريقه نتاعه. وانت واش هو القصه تاعك معهم في الغابه؟ انا كنت ماشي للدار حتى طاحوا عليا جماعه وركبوني في فورغونه بيضاء، من تماك ما عرفتش روحي وراني. راك متاكد من الاقوال تاعك؟ راني متاكد منهم 100%. حضرت اعطيهم ديال الاقوال تبعه ودوك نشوفوا مع جماعه. نعم حضرت. كنا تاكلين عليها راه دارت غلطة كبيرة. شكون هي؟ زينب. مالها؟ راه قتلت الزوج تاعها. انا نظن باللي خافت لها راجلها يبيعها، ما لازمش نبقى هنا.
الى كنبدل المدينه ونسوا الحاله شويه. وعصام اذا تكلم حكايته معايا كبيره، اما جمال انا اللي غادي نتكلف به. ميده عيط لي قال لي الجماعه راهم في الفيلو والشرطه راهي محاصرتهم. الطياره هذا وقتها لازم لينا نروح. هيا يلا ها نمشي. نعم انا غير الخير. انت جيتي انت وصحابك الغابه وعذبتهم بسببكم راه في الحبس. ما فهمتكش شنو باغي تقول؟ فهمني مليح وراكم عارفين شنو درتو. انت يا راك جاي تحاسبني انا على بالك مع مرك تهضر؟ قلت لي عذبتوه خويا. صح صح ما غاديش نكملوا هضرتنا هنا. مشى معاه انا خدمتي بالناي. تعرفت على واحد شاب جاي يخدم معنا من الباديه وضع فيا ثقه وفتح لي قلبه وحكى لي على قصه بوه اللي متعلقه بالمخدرات اللي موجوده عند شخص يعرفه واحد يخدم معنا اللي بسببها قتلوا بوه وبسبب هاد المخدرات خويا راهو في الحبس. انا راني باغي العداله تعرف باللي خويا ما عنده حتى علاقه بهذه القضيه. راك دخلتني في موضوع ما راني فاهم فيه حتى شيء. لا يرحم بابك غير بالعقل. شا دخل قضيه المخدرات في عصام وشاب اللي يبغاو يقتلوا باباه؟ راك خلطت عليا كل شيء. ما خلطت عليك حتى حاجه. عصام بعد ما نحكم هو اللي قال لما باللي المفتش راه يبحث على شاحنه مملوءه بالمخدرات اللي عندها مده كبيره من اللي اختفت واللي بسببها صاحب المصنع توفى وحابين يقتلوا ولدو اللي راه شاد المصنع. وين المصنع اللي راك تكلم عليه؟ وين تخدم انت؟ وين جيتك؟ بغيت تقول للمدير نتاع المصنع باغيين يقتلوه؟ نعم. المدير نسيبي؟ بداي اختي؟ المدير نسيبك؟ عندي. ما دخلش للدار تهولت عليه. امك غادي تحوس على جعفر وغادي تهول عليه. هذا خويا غير تاع مشي اعطيني نهضر معاه. الو ماما. الو ما تهوليش يا ماما ما يكون غير برا مع صحابه. جا متاخر بزاف وخرج بكري. صح ما تخافيش عليه ما تخافيش عليه. ما رانيش عارفه قلبي راه مزير الصبح ما عجبنيش. ولدي جعفر انا عارفه. صح ما تخافيش عليه ما تخافيش عليه. تصبحي بخير ماما. بسلامه بسلامه بنتي بسلامه.
نعم سي مودي. ماشي جعفر راح غير شويه هكا مامن كان يسقسي عليه واحد وراح معاه الخدمه. لا لا عمري ما شفته، هذه المره الاولى اللي يجي للمصنع. عجب ما قال لي شكون. شحال هما واقفين يهضروا برا ومن بعد راحوا. صح مع السلامه. سلامات سي المدير. تفضل. نعم حضرة سي جمال، راه نحب نتكلم معك. وعاشور هنا؟ راه هنا. دخل جمال قول عاشور يجي. تفضل. تفضل جمال. السلام عليكم. صح سي جمال كيفك؟ بس الحمد لله. تفضل. كيف جديد؟ ما يبان عليه حتى خبر. ما بغاش ينعل الشيطان. ما بغاش يتسقى. عاشور الكوميسار محتاجك. تمام قعد هنا حرزه. شنو ممكن عن الشيطان؟ احنا ما درنا والو كاع حصلوا فيهم. حصلوا فيه بابا؟ والله مقلق عليه. وزيد بزياده هذا اللي جا حوس عليه في المصنع قلقنا بالبزاف. قالوا ما بغاش يمد اسماء عند الحارس. هذه اللي ما يمدو خذني. ما طاوكش اوصافه الحارس ما عقلش عليه. وصحابه؟ صحابه نعرفهم واحد بواحد، رحت عندهم سقسيتهم قالوا لي هذه مده ما بانش، هذا المره عملها وحدها. تعجب والله هذا الامر اللي حير، وهذا اللي حوس عليه في المصنع يمكن تكون عندها علاقه بالعصابه. ربي يعلم. المهم ما تقلقوش. وبالعقلية نوصلوا الى نتيجه. عملت مليح اللي خبرتنا. هذا الشيء واجب. الله يعاونكم. امين. وقول لهم رانا هنا، الشيء اللي قدروا عليه نعملوه. بارك الله فيكم. صح سي جمال. بارك الله فيك. عاشور وصل سي جمال. انا محضر. تفضل. معهم واجدين؟ نعم حضر. انا في المصنع. انا خارجي في الحين. جهز السيارات. حاضر. كوريك رقم 7 جاهزين؟